السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا راغب أمن من The Professional Security. سعيد جدا أن أصيبكم في هذه الحلقة، حيث سأخصصها اليوم إلى موضوع كيف تقوم بتحويل الصور إلى نصوص. فإذا كنت تتوفر على عدة أوراق مكتوبة، تتوفر على كتاب قديم، تتوفر على عدة وثائق وترغب في إعادة كتابتها أو إدخالها إلى برنامج الوورد وإمكانية التعديل عليها، يعني إعادة كتابتها من جديد الأمر متعب وسيستغرق وقت طويل جدا. لهذا فبتقنية الـ OCR والتي تختصر في كلمة Optical Character Recognition تمكنك من تحويل أي نص مصور في ورقة إلى نص يمكن التعديل عليه عن طريق برنامج الوورد أو أي برنامج يمكن من التعديل على الأوراق. كل ما علينا هو إما استخدام بعض البرامج التي تدعم تقنية الـ OCR أو كذلك، أو إذا ما أردنا بدون برامج، يمكننا أن نقوم بذلك عن طريق بعض المواقع المتخصصة في ذلك والتي سنشرحها في هذه الحلقة. بالنسبة لمعظم البرامج فهي لا تدعم اللغة العربية ما عدا برنامج واحد سنتطرق كذلك إليه في هذا الشرح. ابقوا معي بعد هذا الفاصل الإشاري. To advertise on the professional security networks, contact us on electromans@gmail.com. للإعلان على شبكات the professional security، المرجو الاتصال على electromanus@gmail.com. إذن الموقع الذي يمكننا من القيام بهذه الطريقة هو موقع FreeOCR. يمكنك التحق به على الرابط الذي تشاهده على الشاشة. يمكنك بعد ذلك اختيار فقط الفايل، فبعد عمل مسح للصورة عن طريق بعض الأجهزة سكانر، عن طريق جهاز سكانر الماسح الضوئي، يمكنك أو بعد الحصول على الصورة للدوكيمنت يمكنك فقط اختيار الصورة التي حصلت عليها ثم النقر على Open، بعد ذلك اختيار اللغة، وهذا أمر أساسي. فكذا كانت يعني كانت الورقة أو المحتوى النص الموجود في الورقة بالإنجليش يجب اختيار إنجليش، كما تلاحظون فالعربية غير مدعومة. كذلك هناك كما سبق لي وأشرت مشكل مع اللغة العربية ودعم اللغة العربية مع هذا برنامج ريديريس، والذي سأتطرق إلى يعني المكان أو إلى كيفية تحميله. إذن نقوم بإدخال كود الكابتشا، ثم بعد ذلك ننقر على send file. ننتظر فقط لحظة حتى يقوم الموقع ب يعني تحميل الصورة وعمل أو إجراء عملية التحويل من الصورة إلى نص مكتوب. كذلك فالأمر يأخذ وقت على حسب المعلومات. كذا أنت كما تلاحظ معي فهذا هو النص الذي حصلت عليه. كما تلاحظ معي فالنص هو نص مكتوب، كما تلاحظ معي نص مكتوب يمكن أن نقوم بنسخه ووضعه على أي محرر نصوص كما تلاحظ معي. إذن هذا هو المتواجد في الورقة. إذن أتيكم بالصورة حتى تلاحظون مع التتابق. تلاحظ معي هذه هي الصورة. للأسف أنا لا أمتلك ماسح ضوئي أو سكانر لهذا، فقمت فقط بتحميل صورة يعني صورة تم عملها يعني سكان مسبقا. لاحظ معي فجميع المعلومات هي متواجدة. مسيو جيبيان بيرسو فوالا. إذن هذا هو يعني نفس التكست، يعني نفس ما هو موجود في الصورة هو موجود في وعلى الدوكيمنت. هذا بالنسبة كما قلت. فالمشكل هو أنه اللغة العربية هي غير مدعومة، لا سواء من طرف الموقع لا سواء من عدة برامج. لهذا فقط ما وجدت أو الحل الذي وجدته بالنسبة إليكم وهو برنامج ريديريس. برنامج ريديريس والذي يمكن كذلك أن تقوم بتحميله من على الرابط الذي يظهر أسفل الشاشة. يمكن أن تختار بين ويندوز للإشارة، فالبرنامج هو ليس بالمجاني، يجب عليك أن تقوم بشرائه. أطمئنكم أنه موجود في عدة منتديات يعني هذا البرنامج يعني كاملا. يمكن كذلك أن تقوم بتحميله كذلك من فورتشارد عبر فقط اختيار ريديريس على هذا الشكل، ففقط فورتشارد.com نكتب ريديريس
وستلاحظ أن موقع فورتشارت كذلك يعطيك تحميل ريديريس مجموعة من الأشخاص قاموا بتحميل هذا البرنامج كما تلاحظ معي، فاختر نسخة ريديريس كما تلاحظ معي وقم بتحميلها على هذا الشكل، ففقط عبر النقر على البرنامج ستختار داونلود لكي تستطيع تحميل البرنامج. إذا كنت سعيد جدا باستضافتكم في هذه الحلقة، يمكنكم دائما متابعة راغب آمن على محترفي الحماية على رابطنا أو رابط الموقع www.h3pro.com، أو كذلك الالتحاق بنا على صفحتنا على الفيسبوك والتي تضم أكثر من 84 ألف عضو على رابط صفحتنا www.facebook.com/h3.professional. إلى اللقاء. موقع جميل جدا، يمكننا من تحويل الكتابات المصورة إلى كتابات مزورة. نعم، كتابات مصورة إلى كتابات مزورة. أنا عارف هذه الحلقة هذه تمرتني يسر الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هذا راغب آمن من The Professional Security، مرحبا بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. Organization فRecognition Recognition Recognition. أنا عارف هذه الحلقة هذه تمرتني يسر الله.